يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي مساء غد السبت في لقاء الجولة الثالثة من عمر دوري نايل للموسم الكروي 2024-2025. مواجهة الزمالك والمصري واحدة من أبرز كلاسيكيات الدوري الممتاز التي تنعم دائما بالإثارة والمتعة وشعبية الفريقين، فهي واحدة من أعرق مباريات الكرة المصرية والتي كانت بمثابة قص شريط المسابقة في أول مواسمها في عام 1948. وتحمل مواجهة الغد الرقم 128 عبر تاريخ لقاءات الفريقين سويا في الدوري الممتاز، وعلى مدار 127 مباراة جمعت الزمالك والمصري في الدوري الممتاز كانت لفرسان 100 عقبة الغلبة من خلال تحقيق 74 انتصار مقابل 23 لأبناء بورسعيد و30 تعادلا هيمن على النتيجة. وأمطر نجوم مدرسة الفن والهندسة الشباك الخضراء ب203 أهداف مقابل 96 زيارة من قبل الفريق البورسعيدي للمرمى الأبيض. وشهد 8 أكتوبر من عام 1965 على الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، حيث دك الزمالك شباك الفريق البورسعيدي بسداسية نظيفة حملت توقيع كل من نبيل نصير وفاروق السيد وعبد الكريم الجوهري ويكن حسين وهدفين للثعلب حمادة إمام. الفارس الأبيض يتطلع لانتصار ثالث على التوالي في مشواره بدوري نايل خلال مواجهة المصري البورسعيدي والاستمرار في صدارة جدول ترتيب المسابقة.